التحريم بالشكل ده. ثانيا، الدولة المصرية عليها تتدخل فورا لدى الجانب الجزائري، نبطل نطبطب يا جماعة، ولادنا اللي بيتضربوا في كل مكان، حد يتكلم يعملوا اتصالات، شوفوا ايه اللي بيحصل في السودان، ما ينفعش ولادنا بيتضربوا وبيموتوا في السودان، كمان سيبنا في الجزائر وبنتكلم على السودان، في ايه اللي بيحصل؟ لا هو اللي بيتضربوا في السودان يا استاذ احمد دول من جزائريين في السودان. أيوه. مش من السودان. لا, 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 لا هم باعتين عيال شبيحة يعني. هم مش مش باعتين مشجعين كورة مع شوفنا شكلهم يا كابتن سمير. ايوه انا ما كانوا قاعدين. اكبر مشجع فيهم عنده 18 سنة. ما انا بقول لحضرتك السودان، لا السودان شايلنا على كفوف الراحة الحقيقة ما سابوناش، انما دول الجزائريين اللي موجودين في السودان. طب بيضربونا ليه؟ مش كسبوا؟ الله مش خدوا الماتش؟ مش وصلوا كأس العالم؟ بيضربونا ليه؟ دي بالاحقاد ودي رواسب قديمه ودي مصر وام الدنيا. لا يا كابتن سمير، كابتن سمير معلش. ايوه عايزين ارجوك اللي حضرتك بتقوله احنا مقدرين فرقتنا، مقدرين مجهودها، وبنناشد الناس انهم يستقبلوك وانتوا راجعين استقبال الابطال، مش هنخلي حد يشمت فينا، لكن مش ايضا مش هنسمح لحد يضرب جمهورنا اللي موجود في الخرطوم. اذا كانوا الجزائريين كمان سابوا بلدهم وبدأوا النهارده يضربوا في الخرطوم في دولة تالتة، ده احنا بنتكلم على ناس مجرمة وليس جمهور مشجعين. واحنا ما احنا كنا بنلعب اهو في استاد المريخ والصواريخ كانت قد ايه، ما كانت باينة في التلفزيون طبعا الصواريخ دي كانت باين رهيبة جدا. انا هو ده ملف مهم جدا. كابتن سمير هارد لك، ربنا يرجعكم بالسلامة ويبقى يحلها ربنا بعد كده، وبلغ تحياتنا للجهاز الفني واللعيبه كلهم وقول لهم كنتوا رجاله وقفتوا وقفه رجاله ومصر كلها وراكم. ربنا واحنا زي ما وقفنا معاكم في النصر هنقف معاكم في الهزيمه. شكر جدا كابتن. شكرا كابتن سمير. معانا الفنان هيثم شاكر. اهلا هيثم. عمر ازيك؟ ازاي ايه اللي بيحصل يا هيثم عندك؟ اللي بيحصل ان في مصيبه. ان احنا 130 بني ادم في بصين اتخدروا علينا واحنا جواهم مفيش فتوته ازاز موجوده في البتاع، وبيعففوا علينا سكاكين وطوب وبهدلونا. انتوا جوه الاتوبيسات؟ واحنا جوه الاتوبيسات كل ده بيحصل، بهدلونا، ولا في امن ولا في بوليس ولا في حمايه ولا في اي حاجه. هو مفيش حد مرافق معاكم في الاتوبيسات؟ فين السلطات المصريه وفين السفاره وفين الحمايه بتاعتنا؟ امن الجزائر نشجع منتخبنا عشان نتهان ونتضرب. الامن السوداني فين؟ فين الامن السوداني؟ مفيش امن سوداني ولا في اي امن. طب الامن السوداني سابنا وجاي. طب يعني انتوا دلوقتي محاصرين من مشجعين من الجزائر بيرموا عليكم طوب؟ اتبهدلنا، احنا استخبينا في بيت واحد سوداني دلوقتي موجودين في البيت عنده واستخبينا عنده. هيثم انتوا فين؟ في انهي مكان؟ في انهي منطقة؟ مش عارفين، احنا في السودان. طب هيثم انتوا كان المفروض كلنا كنا هنموت دلوقتي. انتوا كان المفروض تطلعوا المطار دلوقتي يا هيثم مش كده؟ المفروض مش انا مش عارفين نوصل للمطار اصلا، وناس بالهبل متعورة وبتنزف معانا. هل هم قافلين إيه؟ عليكم الطريق قاطعين؟ إيه عايزين نبطل طبطبه بقى ويقولوا ورده الكل مش عارف ايه وخرا ايه؟ في ايه؟ عندك حق، عندك حق. لازم تدخل. فين السلطات وفين الحكومه؟ يا جماعه تدخل عاجل، انقذوا ولادنا اللي موجودين في السودان. تدخل عاجل يا جماعه ارجوكم. ولادنا في السودان بيموتوا، ارجوكم تدخلوا، شوفوا المصيبه. يا هيثم، هيثم هنفضل معاك على اتصال. هنفضل معاك على اتصال. اسمعني يا عمرو. ايوه سامعك. انا محمد فؤاد يا عمرو. اه محمد ازيك؟ احكي لنا الاول ايه في ايه عندك؟ احكي مين؟ احنا بنموت. احكي ايه ولا ايه؟ طب إيه انتوا اللي تحكي؟ انتوا طب انتوا في اي مكان؟ طيب نبعت لكم حد. انتوا حاجه تتحكي؟ في ناس بتموت، انا وابني بنموت ومعاه 130 واحد. طب انتوا الاتوبيسات بتاعتكم فين دلوقتي يا محمد؟ احنا في مكان ما اقدرش اقول لك عليه. ما اقدرش اقول لك عليه على الهوا، لازم تكلمني على التليفون اقول لك. هنخليهم ياخدوا منك التليفون ويتصلوا بيك عشان يكلموا اي حد مسؤول يعمل معانا مداخله نشوف ايه اللي بيحصل في السودان. استنجد بيك يا عم. يا محمد احنا معاك طول الليل ما تخافش. احنا هنفضل معاك لغايه ما تخرجوا وتركبوا الاتوبيسات وتروحوا المطار. ممكن يتقتلوا نص ساعه. ما حد لا لا يا محمد محدش هيقدر يمس دم واحد. ارجو ارجو تدخل سريع. ارجو تدخل سريع. ارجو تدخل سريع.
ولادنا في السودان بيموتوا من الجمهور الجزائري. الجزائريين بيقتلوا في مصريين في الخرطوم، ما كفاهمش اللي حصل في الجزائر. ارجوكم والا نناشد جمهورنا يقتل الجزائريين اللي موجودين في مصر، يخرج على الجزائريين الموجودين في مصر. عندنا جزائريين في مصر، نروح لهم نموتهم طالما اولادنا بيتقتلوا في السودان. ناخد بتارنا، ما ينفعش يا جماعه. يا احمد شوفوا اولادنا في السودان، الحقوهم. يا احمد صلي على النبي، يا احمد صلي على النبي، اولادنا بينشدونا. يا احمد خلينا نحل الموضوع الاول. وفي 8000 واحد بيجروا وراهم في الشوارع بتوع الحزب الوطني. طيب اتضربوا بيجروا وراهم في الشوارع. طيب لازم تدخل. عندك يا عم الرهائن، عندك 10000 واحد ممكن يموتوا النهارده. احنا هنفضل معاك لغايه اما تركبوا الاتوبيس وترجعوا. ما تخافش يا محمد، ما تخافوش، احنا واقعين في فخ وحش. لا يا محمد هيكلموك، ياخدوا تليفونك عشان يقدروا يبلغوا اي حد المسؤولين هنا بسرعه انتوا مكانكم فين، عشان يبعتوا قوات سودانيه اذا كان في قوات سودانيه اصلا موجوده. كلمنا على تليفون، هيكلموك دلوقتي حالا يا محمد على تليفونك. فين يا جماعه الامن السوداني؟ فين؟ ما هو في اتفاق الامن السوداني مسؤول على تامين الجمهور المصري. ازاي الامن السوداني خلع باتفاقه؟ ازاي الامن السوداني ساب المصريين وترك الجزائريين يضربوا فيهم؟ معانا طارق. اهلا طارق اتفضل. يا عمرو مساء الخير. مساء النور يا طارق. احنا دلوقتي في شارع شارع الجمهوريه طريق المطار. ايوه. وفجاه الطريق اتقطع علينا واتضرب اول اتوبيس، في واحده ست ربنا معاها عينها يعني عينيها ودماغها عينها راحت خالص، عينها يعني اتصفت ودماغها اتفتح، ومعانا 7-8 مصابين واتوبيسات اتكسرت. بس اخواننا السودانيين نزلونا دخلونا بيوتهم وقفلوا علينا جوه وحمونا لغايه دلوقتي. الجيش نزل، قوات مسلحه نازله يا طارق تشتبك مع يا طارق مع الجزائر. يا طارق ايوه، ما تتحركوش من مكانكم، ما تخرجوش الشارع طول ما انتوا جوه بيوت انتوا امنين. هو الوقت القوات المسلحه جت واشتبكت مع الجزائريين. كويس، ما تقولش انت فين يا طارق. خليكوا يا جماعه جوه بيوت، احنا كل الناس اللي لينا هناك قلنا لهم كده، ما حدش يخرج في الشارع. 40 راجل كل واحد معاه شومه وكل واحد معاه عصايه. يا طارق كلم كل يا طارق كلم كل الناس اللي حواليك قول لهم ما حدش يخرج في الشارع. احنا معانا اساتذه جامعه، معانا لغات شرطه، معانا نواب مدير امن، معانا مستشارين ورؤساء محاكم. ما تخرجوش من المكان اللي انتوا فيه غير ما لما الامن السوداني يقول لكم. احنا في شارع اسمه شارع، ما تقولش الشارع، ما تقولش الشارع، خليك في المكان، ما تقولش اسم الشارع. يا طارق ايوه، خشوا بيوت، اي بيوت، وقعدوا جواها، ما تخرجوش غير لما الدنيا تهدى. يا رب تقعدوا لبكره. ده سمعني طارق وكل اخواننا معانا سامعينك اهو. كل قول لكل الناس احنا الليلادي هنبات في الخرطوم، احنا مش هنخرج الشارع خالص ما دام محدش هيحمينا. ما تعولوش قوي على الامن السوداني، طالما خلوا بيكم ما تعولوش عليهم، خلوهم لحد ما الدنيا تهدى، لغايه اما الجزائريين يروحوا في 60 داهيه من البلد، لغايه اما يرحلوا، واحنا مستمرين لغايه اما تخرجوا وتروحوا المطار. مش هنسيبكم، احنا معاكم كلنا، معاكم وراكم ورا كل المصريين اللي موجودين في الخرطوم. وليد اتفضل يا وليد، ايه اللي بيحصل عندك؟ اللي بيحصل احنا متبهدلين في الخرطوم، متبهدلين ميتين، الاتوبيس بتاعنا اتكسر كله علينا، اللي معانا كلهم يعني متبهدلين، الناس بتموت معانا ومتحصرين من كل ناحيه ومش عارفين نعمل ايه. الشارع كله بتوع الحزب الوطني متشرحين ومرميين على الارض، ومفيش حد الشرطه السودانيه شايله ايديها خالص. احنا عايزين حد يامننا، احنا جرينا بالاتوبيس. يا جماعه أرجوك يا وليد، شوفوا أي مكان استخبوا فيه يا وليد. إحنا مستخبيين يا سبع ما تخرجش. قول لكل الناس معاك محدش يخرج لغاية أما السفلة دول يسافروا. إحنا مستخبيين دلوقتي ما تخرجش ما تخرجوش يا وليد. خشوا جامع، خشوا كنيسة، خشوا بيت، خبطوا على أي بيت وخشوا اقعدوا فيه. بيوت السودانيين احتموا مع الإخوة السودانيين في بيوتهم. أرجوك أرجوك محدش ينزل الشارع من المصريين. معانا سيدات ومعانا ناس كتيرة متعورة ومش عارفين نعمل معاهم ايه، يعني ومعانا أطفال مش عارفين نتصرف معاهم، ومعناش ولا دواء ولا أي حاجة. يا وليد متبهدلين. يا وليد اهدى واسمعني يا أستاذ عمرو، احنا عايزين حد يلحقنا، عايزين حد
جدنا على ما حد يلحقكم. امنوا نفسكم يا وليد دلوقتي. امنوا نفسكم لو سمحت. على ما حد يلحقكم لو سمحتم. في بيت ماشي. في اوتيل في مطعم ماشي. ما تبقوش في الشارع. ما حدش مطر في الشارع وما حدش يشيل علم. محمد فؤاد يعني شاب اتعدم مننا خالص منتهي. محمد فؤاد ويعني مش عارفين نعمل ايه. الراجل مات متشرح الازاز لازم على راسه هو وابنه ميت معانا. وليد 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 اهدى 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 بس لو اقعد مكان كده. انتوا ما تخرجوش من اي بيت. حضراتكم خشوا بيوت خشوا جوامع خشوا كنايس. مستخبين دلوقتي في مكان ومحدش عارفه بره كده. استخبى ما تخرجش. خليك بقى بات لغايه بكره. اوكي خليك عندك يا وليد. خليك مع الناس اللي معاك. احنا هنا بنقوم الدنيا كلها يا وليد. بس ما تخرجش الشارع خالص. الله يخليك. واضح. انا عايزك تبقى